احتضنت إذن الجزائر فعالية الدورة 39 لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، وذلك بمشاركة 41 دولة من القارة السمراء وحضور ضيوف شرف من الكونفدرالية النقابية لدولتي الصين وتركيا. الدورة التي ستعمل فيها الدول المشاركة من مناقشة العديد من الملفات والقضايا، أبرزها ما تعلق بحقوق العمال والحفاظ على قدراتهم الشرائية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي أثرت على القارة السمراء. كما كانت هذه الدورة في بدايتها فرصة لتكريم الأمين العام للمنظمة فرانسيس آتولي، وذلك للمرة الأولى بوسام الاستحقاق الوطني من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي اعتبره المشاركون أنه دافع بشكل كبير أو دافع للعمل على ترقية الحوار الاجتماعي والدفاع عن حقوق العمال. التغطية لمحمد بومشو. هذا الجيجان فخامة الرئيس استقبل وفد المنظمة النقابية الإفريقية، وهذا شرف كبير للعمال والعاملات والنقابيين في القارة الإفريقية. وثانيا زاد كبر بالنشاط النقابي الإفريقي وعطى الوسام الوطني للرئيس المنظمة الإفريقية. أول مرة أن رئيس منظمة إفريقية يأخذ وسام وطني. وزير العمل محمد الغازي بدوره أكد خلال كلمته الافتتاحية أن الجزائر تعطي أهمية كبرى لهذا اللقاء، وتعمل خاصة مع الدستور الجديد على توفير كل الظروف للشباب في عالم الشغل. La nouvelle constitution comprend les nouvelles dispositions qui consolident les acquis, en particulier dans le domaine de la promotion des intervenants dans le monde du travail, y compris la frange des jeunes en tant que force vive dans la construction du pays et à laquelle une attention particulière est accordée par les pouvoirs publics à travers la mise à sa disposition de toutes les conditions devant lui assurer un développement des capacités et des potentialités.